وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، ولا تحجبنا عنك بشيء يا رب العالمين، حتى لا نرى في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا نحن وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا نحن وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن كل مكروب من أمة المرسلين، من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفعه فينا يا رب العالمين في دنيانا وبرازخنا وآخرتنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا على عينه صلى الله عليه وآله وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. وما زلنا نكمل الأبواب الواردة في الكتاب 78 كتاب الأدب، وقرأنا بعض الأحاديث في باب ما جاء، باب التبسم والضحك من هذا الكتاب المبارك. قرأنا عدة أحاديث، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى بإسنادنا إليه عن مشايخنا قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك، اللي هو إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. أنس بن مالك يعتبر عمه، لأن إسحاق ده أبو عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة ده يعتبر إيه؟ عم أنس بن مالك وزوج أمه، وعبد الله ده هو اللي إيه؟ اللي أنجبته أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك في الليلة التي إيه؟ خبأت عن زوجها خبر وفاة ابنه، وجاء من السفر فتزينت له ولم تخبره أن ابنه كان إيه؟ توفي في سفره، معروفة القصة. فلما جاء تعشى وتزينت له، فلما أخذ وتره منها قالت له: إن الله استرد عاريته، ففهم أن ابنه مات، فغضب عليها وقال: ابني مات وتتركيني أفعل ما فعلت؟ لأشكونك إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله في صلاة الفجر يشتكي له أنها فعلت وفعلت، وهي من حسن تبعلها لزوجها، ولم ترد أن تحزنه بعدما جاء من سفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله في ليلتكما. فأنجبت عبد الله ده، بقى عبد الله ده أنجب 10 من الولد كلهم أهل قرآن، فده واحد منهم، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، فهم؟ أبو طلحة عم أنس، كأن ده بيروي عن إيه؟ عن عمه أنس ابن مالك. ليه؟ لأن عبد الله يعتبر أخو أنس لأمه، أخو أنس إيه؟ لأمه. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في روايات للبخاري مع النبي، ما يجراش لو النسخة بتاعتك مع النبي ماشي برضو، مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية أبي ذر الهروي. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية،
يعني حرفه غليظ. ونجراني دي مدينة الصنع في نجران، صنع في نجران. والنبي لبس كل ثياب عصره صلى الله عليه وسلم، لبس الحجازي والنجراني والقطري اللي هو في قطر، ولبس المصري اللي جاي من مصر، ولبس الشامي جبة الشامية، ولبس جبة رومية. كأن النبي لبس كل ثياب عصره صلى الله عليه وسلم. فيبقى ايه؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها زي مخصوص للإسلام، يعني النبي لم يحدد زيا، كان يلبس ثياب أهل عصره صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. جبذه يعني جذبه مع إيه القلب المكاني للحروف، يعني جبذ بمعنى جذب، هي زي حفر وفحر، دي اسمها إيه قلب مكاني في الحروف. يبقى جبذه يعني جذبه، شده من إيه من ردائه صلى الله عليه وسلم. فجبذ بردائه جبذة شديدة من كتر ما شدوا على إيه، شايف أثرت إيه، أثر في عنق النبي حاشية البرد الغليظة دي، أثرت في إيه رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها ضغطت عليه، بينت إنها سابت أثر بيه. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها، في رواية أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني جاي يشحت، مش يشحت بقى بطريقة كويسة، لا يعني شو بيشد النبي كده، طريقة أعراب بقى بيتعاملوا مع الجمال طول النهار، احنا نقول عليه جاي من ورا الجاموسة، يعني مش نتعلم الأدب. تقول الأعرابي ده كل تعاملاته ايه؟ مع الجمال ومع الشياه ومع الحيوانات طول النهار، ما حدش أدبه ولا علمه، فهو يعني على حسب ما نشأ يعني. فبيعامل النبي بنفس ايه طريقته المعتادة مع الحيوانات كده، يعني همجي. فراح شادد كده: واعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك من شدة ايه، من شدة جهله مع حاجته، يعني كأنه هو كان يعني الإنسان لما يبقى عنده شدة حاجة المفروض يعني يحسن طلبها، لكن النبي ضحك من شدة جهله مع شدة حاجته الاثنين. وده من كمال حلمه صلى الله عليه وسلم، من كمال حلمه. لو احنا كنا نحرمه نقول له روح لما تبقى تتعلم الأدب تبقى تيجي تطلب، يلا روح، كنا نشخط فيه على طول كده، صح ولا لا؟ لو احنا، لكن النبي مش كده، النبي كان حليم وكان جميل، كل من تعامل معه أحبه صلى الله عليه وسلم. فضحك ثم أمر له بعطاء. وجايب الحديث ده كله ليه؟ عشان فضحك. إيه؟ لأن ده باب إيه؟ تبسم النبي والضحك. فهو جايب كل الحديث القصري عشان الكلمة دي، فضحك صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بيان حلمه وعلى بيان عطفه ورحمته. وكان حلم النبي ده حلم عجيب، يعني انت حتى لو حليم لما الناس تضايقك حلمك يبتدي يخلص لحد ما يوصل لمرحلة تغضب بقى، يقول لك اتقي شر الحليم اذا غضب، لكن النبي مش كده، كل ما واحد يجعل عليه حلمه يزيد مش يخلص، ده حلمه يزيد، لا يزيد جهل الجاهل الا ايه حلمه، يعني حتى حلم النبي معجزة، ما حدش شاركه في هذا الحلم. اي واحد حليم مهما كان حليم يجي له لحظه هيغضب، يقول لك اتقي شر الحليم اذا غضب، لكن رسول الله مش كده صلى الله عليه وسلم. وفي الاخر يقول لك جماعه الوهابيه ده بشر معتاد، مش فاهمين، لو قروا الاحاديث والسير كانوا عرفوا ان هو بشر غير معتاد، لا ليس كمثله بشر صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال: حدثنا، وفي رواية حدثني ابن نمير، قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس اللي هو عبد الله الأودي شيخ الإمام البخاري، عن إسماعيل اللي هو ابن أبي خالد، عن قيس اللي هو ابن أبي حازم، عن جرير اللي هو ابن عبد الله البجلي، قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت،
ولا رآني إلا تبسم. وكان من إيه؟ من أجمل أهل عصري. سيدنا عبد الله بن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي ده من بني من قبيلة بجيلة في اليمن، وكان من أجمل رجال أهل عصري. درجة سيدنا عمر كان لما يجهز الجيوش كان يخلي الجنود بتوعه يلبسوا الإزار ويكشفوا النص الفوقاني من جسمه عشان يشوف اللي عضلاته قوية، اللي ضعيف كده وعنده أنيميا وتعبان يقول له لا روح ما يطلعش الحرب. فكانوا فسيدنا عبد الله بن البجلي اللي كان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي قالع بقى ايه واقف كده جميل قوي. قام سيدنا عمر اول ما شافه قال ايه ده، لم ارى مثله كجمال يوسف، غطي نفسك، خاف عليه من الحسد، خاف عليه من الحسد. قال له غطي نفسك بسرعه، واخد من شده جماله يعني. وهو كان من قبراء يعني ايه بلده ومن قبراء قبيلته في بني بجيله، يعني يعتبر امير في قبيلته كمان. لكن كان في مشكله، كان لما يجي يركب فرس ما يعرفش، يجي الفرس يمشي يروح واقع، ما يعرفش يثبت على الفرس، وده كان عيب فيه، ما كانش يعرف يثبت على فرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى للنبي فالنبي ركبه فرس وضرب على صدره فبقى افرس العرب، لدرجه ان عاش عمره يشتري فرسان يربيها ويبيعها، يعني كل حياته بقى فارس بقى من المغاوير ببركه ايه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول هنا ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. لدرجة أن كان يبعثه بعد كده في إيه في السرايا سيدنا إيه جرير بن عبد الله البجلي، وهو بايع النبي على ايه على النصح لكل مسلم، احنا كنا قرأناه قبل كده. هو جايب كل الحديث ده ليه؟ عشان ما رآني منذ اسلمت الا تبسم، الا تبسم دي فهمت ازاي، فجايبه عشان اللفظه دي بس. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام، يحيى بن سعيد القطان، عن هشام، وده من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل المشاهير معروف سيدنا إيه يحيى بن سعيد القطان، عن هشام قال أخبرني أبي اللي هو عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أن أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، أم سليم اللي هي اسمها الرميصاء، اسمها أم سليم، اسمها الحقيقي الرميصاء لكن دي كنيتها، أن أم سليم اللي هي زوجة مين؟ أبي طلحة اللي كان لسه بنقول إيه عبد الله بن أبي طلحة. أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ في رواية إذا هي احتلمت، يعني قدمت مقدمة لطيفة لأن هتسأل سؤال محرج، فلما هتسأل سؤال محرج قدمتها بإيه؟ بإيه بمقدمة لطيفة، إن الله لا يستحي من الحق، وطالما هذا خلق الله وأنت أمرتنا أن نتخلق بخلق الله يبقى إيه هسأل سؤال محرج شوي، لأن هي بتقدم لسؤال محرج شوي. هل على المرأة غسل إذا احتلمت أو إذا هي احتلمت؟ وممكن تقول غسل بفتح الغين وضمها لغتان، والمشهور الضم غسل. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء بعد استيقاظها. وعلى شكل حتى الرجل إذا إيه ذكر احتلاما ولم يرى منيا في ثوبه ليس عليه غسل، ولكن إذا رأى منيا في ثوبه ولم يذكر احتلاما يحتلم يعني يغتسل. ليه؟ لأن من الماء من الماء، يعني الماء يعني اللي هو ماء الغسل من الماء يعني من خروج من ماء المني، الماء من الماء أي كده صلى الله عليه وسلم. فكذلك المرأة لو ذكرت احتلاما ولم تجد ماء في ثيابها ليس عليها غسل، لكن لو وجدت ماء يبقى عليها غسل. والعبلة هنا ايه؟ اذا رأت رؤية ايه بصرية، مش رؤية ذهنية، مش رؤية ذهنية، رؤية بصرية.
إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ لأن على فكرة مش كل الستات تحتلم ومش كل الرجالة تحتلم برضه، واخد بالك؟ يعني في رجالة يعني لا يذكر أنه احتلم حتى من يوم ما يعني ما بلغ ما يحتلمش، وده من كمال على فكرة الحالة النفسية، واخد بالك؟ عشان كده الأنبياء ما كانوش تحتلم، يعني الكمل ما يحتلموش، لأن الاحتلام تلاعب الشيطان بالإنسان وهو نائم، والأنبياء إيه؟ والأنبياء منزهون من ذلك، وبالتالي من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلموا. وكذلك الكمل من الرجال كبار الأولياء والعارفين والصالحين تجدهم لا يحتلموا برضه. ليه؟ لبعد الشيطان عنه. عشان كده ستنا أم سلمة كاملة، ست كاملة، تعجبت المرأة تحتلم، ما جربتش الحكاية دي، فهمت إزاي؟ لأن هي إيه؟ حالة كاملة. أم المؤمنين بقى ستنا إيه؟ أم سلمة. فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد، فبما يشبه الولد. جايب الرواية دي ليه؟ عشان أم سلمة إيه هنا؟ ضحكت، والنبي أقرها، ما قالهاش بتضحكي ليه؟ تضحكي من غير سبب؟ ضحكي من غير سبب قلة أدب، ما قالش كده، ما قالش كده زي ما بنعمل إحنا مع الناس وتكسب بعضنا. ساعات إحنا نكسب بعضنا كده، حتى يعمل مع ابنه كده، ابنه بيضحك مثلا وربنا ايه بسطه شويه في قلبه، ولا مراته يقول لها الضحك من غير سبب قله ادب، كانها حديث نبوي، ودي مش حديث نبوي ولا حاجه، ده كلام قل ذوق، واخد بالك؟ لكن الناس يقولها كانها يعني حديث نبوي شريف، وهي اصلا كلام بيكسب بيه ايه الناس، ما يتكسفش حد. فهو جايب الحديث ليه؟ لان ام سلمه ضحكت تعجبا، لان الضحك احيانا يكون لكمال الرضا واحيانا للتعجب، يعني ليه دوافع كثيره الضحك. وحتى ساعات يقول لك ايه يعني زي البكاء، البكاء ساعات الواحد يبكي من شدة الفرح كما انه يبكي من شدة الحزن، كذلك قد يضحك من شدة الاندهاش والعجب، وقد يضحك من شدة الرضا. هنا سيدتنا ام سلمة ضحكت والنبي اقرها، يبقى خلاص، يبقى يجوز الضحك، ما فيهاش حاجة، فهمت بقى؟ هو جايب الامام البخاري من هذه الجهة. فقال اتحتلم المرأة؟ فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد، فبما شبه الولد، أو فبما يشبه الولد. يعني إيه؟ يعني الحتة دي العلم الحديث ما يعرفهاش لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي النبي له أحاديث سبق العلم الحديث. يعني أحيانا الواحد يتزوج وينجب أولاد، يلاقي بعض أولاده شبه أخوالهم، وبعض أولاده التانيين شبه أعمامهم، مش ده بيحصل؟ مع انه هو الام واحده والاب واحد. طب ايه اللي بيخلي الشبه يروح ناحيه الاخوال، وايه السبب ان الشبه يروح ناحيه الاعمام؟ او النبي بيقول الحبره بماء المراه، فلو سبق ماء المراه ماء الرجل بقى الشبه ناحيه الاخوال، ولو سبق ماء الرجل ماء المراه بقى الشبه ناحيه الاعمام. دي حقيقه علميه الى الان العلم عاجز عن انه هو يبين سبب الشبه، فهمت؟ فالنبي ما زال يعلم البشر صلى الله عليه وسلم، وسابق كل عصر صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر ابن أبي أمية حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة. سليمان بن يسار ده كان إيه؟ مولى لستنا مين؟ ميمونة أم المؤمنين. حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. يعني ما كانش النبي إيه مستجمعا، يعني مستغرقا في الضحك، يعني ساعات الواحد يستغرق الضحك لدرجة انه يضحك وعينيه تدمع بقى ويترمي على الارض ويفوقوه، يعني ما شافتش النبي بهذه الصورة، يعني لم يكن مستغرقا في الضحك لكمال عقله صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، يعني مستغرقا في الضحك قط.
حتى أرى منه لهوات. وعارف أما واحد يضحك بقى ويهقه ويفتح بقه كده تقوم تشوف اللوز بتاعه. أي اللهوات دي إيه بقى؟ اللي هي اللهاء اللي هي زي يسموها لسان المزمار، اللي هي حاجة كده في آخر الحلق في النص مدلدلة كده، وتلاقي على الجنب ده لوزة والجنب ده لوزة، اسمها اللهاء. فبتقول إيه، أنا عمري ما شفت النبي ضحكا يعني فاتح بقه كده وتشوف داخل فمه من الداخل، لم يحدث له هذا. إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح اليشكري شيخ شيخ الإمام البخاري، عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، عن أنس رضي الله عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، كأنه رجع تاني يجيب لك إسناد آخر لنفس الطريق، فهمت؟ وقال لي خليفة، ده من مين اللي وقال لي؟ بيقول ده الإمام البخاري بقى بيقول وقال لي خليفة اللي هو ابن خياط العصفوري، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد اللي ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، فقال قحط المطر، يعني احتبس. قحط المطر يعني احتبس المطر، وهم في بلاد صحراء لو احتبس المطر يموتوا من العطش. فإيه راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقطع عليه الخطبة، حتى دخل عليه الأعرابي ده وقطع على النبي خطبته في يوم الجمعة، وقال له صلى قحط المطر. ومن هنا استدل الإمام الشافعي بجواز مخاطبة الخطيب وهو على المنبر في أمر يهم المسلمين، وأنه لا كراهة في ذلك، لأن النبي لم ينهه، ما قالوش مثلا طب انتظر لما نخلص صلاة الجمعة لا تفعل كده، ما قالوش كده. يمكن لو جاء واحد الوقت قطع الخطيب وسأله حاجة مهمة أثناء الخطبة، يمكن الخطيب إيه يشخط فيه ويقول له انتظر يا أخي بعد ما نخلص خطبة الجمعة، مش ممكن تحصل دي؟ لا، لكن الفقه يقول لك لا، ممكن تخطبه عادي. يعني لو قال لك حاجة مهمة وانت أثناء الخطبة اقطع الخطبة وخاطبه وكلمه ورد عليه، ما فيش حاجة، وبعدين كمل خطبتك عادي. واستدل الإمام الشافعي على جواز الكلام أثناء الخطبة كمان، وأنه يكون كراهته كراهة تحريم إذا كان لغير ضرورة، أما إن كان لضرورة فتزول الكراهة. كل ده فقه للإمام الشافعي من الحديث، فهم؟ لكن العلماء التانيين قالوا لك لا، لا يجوز الكلام، وإن تبقى إن دي حادثة حال، حادثة حال لا يستنبط منها حكم. لكن الشافعي استنبط منها حكم لعدم ورود ما يدل على أنها خاصة بهذا الرجل، واضح؟ المهم دخل الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم ايه بيخطب، كان اعرابي برضو، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، فقال قحط المطر فاستسقي ربك. في رواية تانية وجاع العيال وهلك الحرث، في رواية بقى تانية قال، لكن هنا الامام البخاري جايبها باختصار، فاستسقي ربك، يعني استسقي ربك يعني اطلب من الله السقيا، يعني استسقي اطلب من الله السقيا يعني اطلب منه المطر، يعني ده مشرك بقى. طب ما كان يسأل ربنا على طول يا اخي، لو واحد وهابي كان حاضر الصلاة دي كان يقول له يا اخي اسأل ربك يا اخي على طول، ليه رايح للنبي؟ مش كده برضه؟ لو واحد وهابي حاضر بس ما كانوش لسه اتولدوا، فهمت؟ فالحمد لله ما كانوش لسه اتولدوا. فايام النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ليه اسأل ربك، ربك قريب، تسألني أنا؟ ما قالوش كده. يبقى لما تحتاج حاجة تروح لمين؟ لأهل الفضل، لأن أهل الفضل بربنا بيجري عليهم على أيديهم الفضل. أمال سموهم أهل فضل ليه؟ ربنا بيجري على أيديهم الفضل، فهمت بقى؟ يعني عايز بركة تروح لأهل البركة، فهمت إزاي؟ عايز خير تروح لأهل الخير، عايز علم تروح لأهل العلم، عايز طب تروح للأطباء، عايز خضار تروح للسوق، فهمت ازاي؟ كل حتة فيها الحاجة اللي انت عايزها، عايز تشرب تروح للمية، فهمت ازاي؟ ولما اروح للمية ابقى انا مشرك؟
ما هو ربنا جعل لنا اسباب، فهم؟ فاهل الفضل دول اسباب لقبول الدعاء ولقضاء الحوائج. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. مش قايل لنا كده؟ من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. فايه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كده، قال له فاستسقي ربك، فنظر الى السماء وما نرى من سحاب. النبي صلى الله عليه وسلم بص للسماء رايقه خالص، فاش ولا قزعه ولا قطعه سحاب. فاستسقى يعني ايه؟ قال ايه؟ اللهم اسقنا. فنشأ السحاب بعضه الى بعض ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة. المثاعب اللي هي مسايل المطر، عارف انت ما يبقى بلاد جبلية تبص تلاقي كده في وسط الجبال وديان كده المطر يجري فيها، يسموها مثاعب. مثاعب المدينة يعني مسايل المطر في وسط ايه؟ الوديان. فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. لأن خدت الأمر من النبي أنها تمطر، ما خدتش من الأمر من النبي أنها تبطل، فقعدت تمطر لحد الجمعة اللي بعدها، مش هتبطل، لأن هي أمطرت بإشارته، فلا إيه تقف إلا بإشارته صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على أن له التصريف في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع، يعني ما تكف. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قالوا نفس الراجل أو واحد شبهه في الجمعة اللي بعدها، قال إيه؟ فقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا. فضحك. جايب الحديث ده كله ليه؟ عشان فضح. كل القصة دي كلها عشان كلمة فضحك. النبي ضحك ليه بقى؟ أولا لجهل الإنسان بمصلحته، لأن لما يقول له أمسكها، طب ما أنت هترجع تاني تعطش، فهمت إزاي؟ وبعدين مش كده وبس، وضحك كمان لكمال رضا عن ايه؟ عن مولاه، حيث انه لم يخيب اشارته ولا دعوته، فدليل على كمال الرضا صلى الله عليه وسلم. فادعوا ربك يحبسها عنا، يحبسها عنا. فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، مرتين او ثلاثة. النبي بقى حور الدعاء الى دعاء ايه؟ مفيد. قال ايه؟ اللهم حوالينا لا علينا، على الزراب والاكام وايه ومنابت الشجر. يبقى ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حول الدعوة بعد ما تبقى دعوة ضارة، لما يقول احبسها بالكلية، قال حوالينا واشار الى السماء، فانجابت السحاب فصارت المدينة ايه؟ كالجوبة، او زي ايه؟ زي كأن في حلقة من المطر حول المدينة بإشارته صلى الله عليه وسلم. اللهم حوالينا ولا علينا، مرتين أو ثلاثا. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا على حسب إشارة النبي. يتصدع يعني إيه؟ ينفصل من بعضه يمينا وشمالا، يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيئا، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإجابة دعوته. وعن أبي قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع الصادقين في إيمانهم ولا تكونوا مع المنافقين أو مع الذين يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته. وما ينهى عن الكذب، كنوا بيقول كنوا مع الصادقين، يعني معناها إيه بمفهوم المخالفة؟ ولا تكونوا مع الكاذبين، دي مفهوم المخالفة، فهمت؟ كأنه بالظبط يقول كنوا مع الصادقين، كأنه بينهي عن إيه؟ عن الكذب. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
إن الصدق يهدي إلى البر. يهدي يعني يوصل، يبقى يهدي يعني يوصل أو يدل. تملي ما يهدي تبقى إلى، بعدها إلى معنى يرشد إلى، يدل إلى. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل على صراط مستقيم أو ترشد إلى صراط مستقيم. إنما ما تيجي يهدي لوحدها من غير حرف، إيه، من غير حروف التعدية، تبقى معناه الهدى نفسه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل يهدي إلى؟ هل تهدي بس؟ إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تخلق الهدى في قلوب العباد. يبقى هنا نفي الخلق، نفي خلق الهدى، لأن الخلق بيد الله، فهمت؟ لكن لما يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ما بيناقضش قوله إنك لا تهدي من أحببت، دي حاجة ودي حاجة. هنا بينفي خلق الهداية وهنا يثبت الإرشاد إلى الهداية، فيبقى ما فيش تناقض، فهمت؟ إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تخلق الهداية في قلوب الناس، ولكن الله هو الذي يخلقها لمن اختار الهداية، فهمت؟ قال إن الصدق يهدي إلى البر، يبقى يرشد إلى البر. والبر هو كل عمل صالح يرضاه الله، يسمى بر. عكسه الفجور أو الإثم. عكس البر إيه؟ الفجور أو الإثم، ده عكسه. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، يوصل للجنة. والبر إيه؟ يوصل، لأنه طاعة لله، وكل طاعة لله توصل إلى الجنة. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. لا يصدق يعني إيه؟ يعني يتحرى الصدق في السر والعلن، مع الصغير ومع الكبير، وعند الخوف وعند الأمن، وعند الحاجة وعند الوفرة، وعند المرض وعند إيه؟ وعند العافية. يعني يتحرى الصدق في كل أحواله، فهم؟ فلما يتحرى الصدق بقى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يبقى الفجور ضد إيه؟ ضد البر. إحنا قلنا ضد البر ليه إيه كلمتين؟ الإثم والفجور، الاثنين دول مقابل للبر. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا يكذب يعني يعني يتكرر منه الكذب، يتكرر منه الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن أبي قال حدثنا ابن سلام، حدثنا ابن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. آية المنافق يعني علامة المنافق ثلاث، يعني الثلاثة كلها تبقى موجودة فيه، الثلاثة كلها تبقى موجودة فيه في المنافق. إنما المؤمن ممكن يبقى فيه بعضها، المؤمن ممكن يبقى فيه بعضها ويبقى مؤمن عاصي، فهمت؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يبقى يخون الأمانة ويتكلم بالكذب ويخلف الوعد، ثلاث حاجات نتجنبها. وفي بقى روايات تانية تجيب لك الرابعة: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم إيه؟ وإحنا بنشوفها الوقت، تلاقي بعض الفرق أول ما تختلف مع أحد المشايخ لا تحترم فيه حفظ القرآن، ولا كونه راجل كبير، ولا كونه تعلم في الأزهر، ولا كونه مسلم أصلا حتى، تقوم إيه تفجر فيه بقى وتشتمه وتسبه بأبيه وأمه، وتتفرج أنت على إيه التعليقات والكومنتس في على إيه في الفيسبوك وعلى المقاطع اليوتيوب، اعتراض بعض الفرق على بعض المشايخ اللي اختلفوا معهم في الرأي.
يقولوا أفجر ما يمكن أن يقال. يبقى دي خصال بقى منافقين دي، إذا خاصم فجر دي خد بالك، اوعى اوعى لما تخاصم حد تفجر. شوف سيدنا الإمام علي بن أبي طالب ليه كلمة حكيمة، وهي موقوفة عليه بإسناد صحيح ومرفوعة إلى النبي بإسناد إيه؟ بإسناد ضعيف، رواه الإمام الترمذي، يقول فيها إيه بقى؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. شفت كلام بقى الحكماء، كلام الحكمة. لكن دول ما بايه لما بيفجروا ما بيديش بقى ايه باب للمصالحه، فهمت ازاي؟ من كتر الفجر بقى يبقى اول غلط غلطه واحده، بعد شويه مع الفجر بقى يبقى غلط 100 غلطه، هتعتذر على ايه ولا ايه ولا اذا كنت انت كل يوم بتغلط، فهمت؟ فبيبقى ايه بيقطع الايه سبل الاصلاح، وسبل الاصلاح دي مطلوبه ليه؟ لان فساد ذات البين دي الحالقه، النبي يقول عليها ايه؟ تحلق الدين لا تحلق الشعر، فساد ذات البين. اللي هم بيلعب بيه اليهود والامريكان على طوائف المسلمين المختلفه، هو اللي بيقول اليهود والامريكان بيعملوا فينا ايه؟ يدور لك على شويه ناس مختلفين في الراي من المسلمين، يعمق الخلاف ويستغل حكايه ايه اذا خصم فجر، ويسلح دول ويسلح دول، ودول يقتلوا دول. شفت بقى؟ وده اللي بيعمله اليهود، دي المشكله اللي احنا واقعين فيها. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا جرير وابن حازم قال حدثنا أبو رجاء اللي هو عمران العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. عارف جندب دي يعني إيه؟ يعني خنفسة. تصدق بقى يرضيك، كانوا بيسموا زمان أسماءهم في الجاهلية أسماء وحشة. صور أنت يتولد لك عيل تسميه صرصار، ده اسمه كلام، او تسميه خنفسه، يعني تقول يا خنفسه تعالي ويا خنفسه روحي، فما يصح. النبي ايه علمهم العرب دول اصلهم كانوا قبل الاسلام ايه ما يعرفوش يختاروا الاسماء كويس، كانوا يسموا اسماء وحشه. فجندب يعني ايه؟ الجندب اللي هو ايه الخنفسه دي، حشره من حشرات الارض. فعشان تعرف نعمه الاسلام علينا، بس ان كان زمان اسماء احنا تلاقيها ناس يضحكوا عليه، يسموك جعران ويسموك اي حاجه بقى، أخذ بالك. عن سمرة بن جندب، ويجوز بقى ايه تسليس الدال، جندب وجندب وجندب تنفع بتسليس الدال، يعني يجوز فيها ايه تسليس الدال، يعني الرفع والضم والكسر، كويس؟ الرفع والايه والنصب والكسر، تنفع تحط فتحة او ضمة او كسر، كل ده جائز لغة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة أو بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. ده جزء طبعا من حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث النبي رأى رؤية قالوا ايه ملكان في سورة رجلان، اللي هو سيدنا جبريل وسيدنا اسرافيل، قالوا في سورة رجلان وطوفوه في الارض المقدسة، وشاف بقى في الحديث ده حاجات كتيرة. شاف مثلا منهم رجل ايه وواقف عليه رجل تاني يحط كلوب كده في شدقه ويشقه لحد قفاه، وبعدين ايه يطلع الكلوب يحطه الناحية التانية، على ما يشق الناحية التانية تكون دي رجعت زي ما كانت، وبعدين يشق تاني. وشاف بقى ايه حاجات تانية، الزناة شافهم وهم بيغلوا، وشاف برضو ايه اكل الربا ماشي في بحر فيه دم، وكلما اراد ان يخرج منه القمه بحجر ايه يقوم يقع في البحر تاني، ده اكل الربا. وشاف كمان اللي بيتساقل عن الصلاة وعن القرآن وهو من اهل القرآن وهي لا يعمل به، شافه بيشدخ رأسه بحجر، وكلما ايه تدهده الحجر بعيد عنه يرجع راسه زي ما كانوا، يعني يشدخه تاني. الحديث الطويل معروف اللي هو في رؤية النبي، لكن هو جايب الجزء المتعلق بالكذب في الحال، لأن الإمام البخاري كان مذهبه يجوز تقطيع الحديث، فهو جايب لك قطعة من حديث طويل، فهمت؟ عشان يبين لك عقوبة الكذاب في قبره هيبقى إيه.
يفضلوا كده في قبره، يفضلوا يشقوا في ايه، في بقه رايح جاي اشداقه يعني، اللي هي جوانب فمه. اتياني قال الذي رايته يشق شدقه، الشدق اللي هو جانب الفم، الشدق اللي هو جانب الفم، فكذاب يكذب الكذبه، الكذبه تحمل عنه حتى تبلغ الافاق. يا سلام على الاعلاميين بقى اللي قاعد في القناه الفضائيه ويقول لك الخبر كذبه ويسمعه كل اهل الارض. هو ده عقوبته. شوف صحفي بقى يقول الخبر كذبه وينشره في الجريده ويتبع منها مليون نسخه والناس تشتريها كلها تقراه. واخد بقى اللي بيشيعوا الاشاعات الكاذبه، يا ويلهم هؤلاء، عليهم ان يتوبوا ويقروا الاحاديث دي عشان ايه؟ يتحروا الصدق في ايه؟ اخبارهم. لان احنا دلوقتي الاعلام قائم على ايه؟ على الاثاره وعلى الكذب. فياخدوا بالهم من الحاجات دي. فكذاب يكذب الكذبه او الكذبه، ينفع بفتح الكاف وكسرها لغتان صحيحتان. تحمل عنه يعني تنقل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به الى يوم القيامه. وخدوا بالك الوقت في الواتسات، الواتساب يبعت لك مثلا ايه حاجه منسوبه للنبي وهي كذب، ويقول لك ايه شير، شير ووزعها لاكبر عدد ممكن، تقوم انت ايه توزعها على كل معارفك وحبايبك وتبقى وانت نشرت الكذب، نشرت الكذب، فهمت؟ برضو خد بالك من اشداقك بقى، فهمت ازاي يا استاذ؟ فما تشيرش اي حاجه لما تبقى متاكد انها صحيحه، فهمت يا آل الواتساب؟ خدوا بالكم، لان الوقت بقى منتشر احاديث موضوعه واقوال ما انزل الله بها من سلطان وتفاسير قرانيه ما انزل الله بها سلطان، وتعجب الناس، مترتبه بكلمات حلوه مترتبه كده، الناس تعجبها الكلام اللي لايق على بعضه، يقول لك يا سيده صحيحه، شير وابعت ل10 و20 و3 واعمل برنت واعمل كوبي وبيست وشغال. تقول اهو ده برضه نشر كذب، نشر كذب يا استاذ، بس كذب المعاصر بتاعنا. ساعات ممكن تكذب وانت قاعد في اوضه النوم ماسك الموبايل كده ومغطي رجلك بالبطانيه وقاعد تنشر الكذب، فهمت بقى ازاي؟ عن طريق النت يا عم، وما ادراك ما النت، فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا ويخلصنا من النتانه. وعن أبي قال باب في الهدي الصالح. الهدي الصالح اللي هو ايه؟ السلوك الطيب. يعني لما تشوف واحد كده تلاقي سلوكه طيب في حياته، طريقه تعامله مع الناس جميله، طريقه عبادته جميله، فهمت ازاي؟ طريقه كلامه مع الناس جميله، طريقه حياته كده مع نفسه جميله، تقول ايه؟ هديه صالح وسمت صالح. يقول لك سمته صالح وهديه صالح، فهم؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش، اللي هو سليمان بن مهران، قال سمعت شقيقا، قال سمعت حذيفة اللي هو ابن اليمان رضي الله عنه يقول إن أشبه دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم. يعني كان ابن ام مكتوم من كتر ما عاشر النبي سنين طويله بقت طريقه سلوكه في الحياه واسلوبه حتى في الكلام والاكل واللبس والحركه والتعامل مع الناس تشبه ايه؟ طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده سيدنا حذيفه بن اليمان بيقول ايه؟ ان اشبه دلا يعني ايه؟ حركه في المشي، دلا يعني دلاله في المشي، يعني حسن الحركه في المشي والكلام والإشارة، وسمتا يعني السمت حسن المظهر بقى، يبقى سمته كده يعني رجل ايه مهتم بمظهره، وهديا يعني هداية ووقار وهيئة برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في اهله اذا خلى. بيقول احنا بنشوفه خارج بيته، هو خارج بيته ما فيش احسن من كده، لكن لما بيدخل بيته بقى مع زوجاته ما نعرفش بقى، الله اعلم. فهمت؟ يعني الصحابه عندهم دقه،
يعني فهمت ازاي؟ يعني بيحكم الحاجة اللي شايفها، والحاجة اللي غايبة عنه يبرأ ذمته. فهمت ازاي؟ يبرأ ذمته. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله. عبد الله اللي هو هنا عبد الله بن مسعود، إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ده جزء ايه من حديث عن النبي معروف مرفوع برضو، وخير الأمور ايه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة المعروف. باب الصبر على الأذى، فضيلة الصبر على الأذى. يعني يا سلام على اللي يصبر يتأذي ويصبر، ده يا يوفى أجره بغير حساب. يعني هنيئا لمن يجد من يؤذيه ويصبر عليه، هنيئا. ده يروح يبوس ايد اللي بيأذيه، كل يوم يبوس ايد اللي بيأذيه لأنه رفع درجاته، ممكن يخليه ولي من الأولياء الكبار. فهمت ازاي؟ فلما تلاقي واحد يأذيك تقوم تحسن إليه لأنه رفع قدرك عند مولاك. شفت بقى؟ عشان كده أحسن لمن أساء إليك. لما واحد يسيء اليك وتصبر عليه رفعك درجات كبيره، يبقى المفروض تجيب له هديه بقى، تجيب له هديه وتحسن اليه. ادي سبب ان ربنا بيقول لك ايه يدرؤون بالايه بالحسنه السيئه. يعني لما يساء اليهم يقابل السيئه دي بايه؟ بالحسنه، لانه لما يصبر ارتفع بقدره، يبقى اهداك ايه مقام عالي في الجنه. اللي يهديك هديه كبيره مش المفروض ترد له الهديه؟ اللي يفهم للي يفهم، لكن لا، احنا بقينا في زمن الناس مش فاهم الحكايه دي. يقول لك اللي يأذينا أذيه، واللي يشتمنا اشتمه، واللي يستكردنا استكرده، واللي يرميني بالميه يرميه بالنار وبالدم، والحاجات اللي هي ايه شغل البلطجيه ده. لا، ده بلطجه مش اخلاق النبوه دي. شوف انت، النبي كان يؤذيه العرب، تؤذيه العرب ويقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، ولما تمكن منهم قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. كانش عنده حته الانتقام دي. باب الصبر على الأذى، وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإحنا عارفين إن الصبر درجات، صبر على الناس، وصبر على قدر الله وبلائه، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. شوف أربع أنواع الصبر. فهمت بقى؟ تصبر على الطاعة، مش تبقى راجل متقطع تصلي يوم وتبطل اسبوع وتبطل سنه وترجع تاني تصلي شهر وبعدين تبطل سنتين، ما ينفعش كده. فهمت؟ لازم تصبر على الطاعه. يعني ايه احب الامان الى الله ادومها وان قل. يبقى اول نوع الصبر على الطاعه، وتاني نوع الصبر عن المعصيه. يعني تبعد عن المعصيه وتصبر على كده، مش تعملها وبعدين تحن ليها تاني وبعدين تتوب وبعدين تحن للمعصيه تعملها، لا كده ما ينفع، يبقى مش صابر. يبقى لازم تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية، وبعدين كمان تصبر على قدر الله فيك. قدر الله فيك انك انت تبقى فقير، خلاص الحمد لله، ما فيش احلى من الفقر. لا دمنا هيتحرق ان الدولار ارتفع ولا اتخفض ولا تفرق معانا، مش هتفرق معانا، حلو قوي كده، واخد بقى نعمة ربنا اغناك. تصبر على الغنى، يعني ايه؟ يعني تجيبه من حلال وتنفقه ايه في 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 في, في مرضات الله، مش تمسكه عندك المال يعدي لحد عندك تروح انت حبسه. طب ما هيتحبس، مش هيجيلك بقى. طول ما المال يجيلك وتطلعه هيفضل ايه السير جايلك، زي بالظبط العامل زي المية. عارف الرزق ده عامل زي المية. طب تعال انت في مجرى ماء كده وسده، هتعمل ايه المية؟ المية هتشوف لها مجرى تاني، صح؟ هي هتمشي، بس بدل ما هتمشي من ناحية بيتك هتروح شايفة لها سكة تاني. كذلك الارزاق كده، طول ما بتجيلك وانت بتديها للناس بتوزعها تفضل تجيلك برضو، يفضل المجرى مستمر. انفق عليك، تيجي تمسكها هتشوف ايه؟ هتشوف لها طريق تاني زي المية بالظبط. يبقى في صبر على قدر الله
ابتلك بمرض مثلا، تصبر نعمة الحمد لله. يا سلام على أهل الأمراض المزمنة دول، يوم القيامة هيبقى مقامهم فين؟ لدرجة أن أهل العافية يتمنوا أن هم كانوا مكانهم من كتر الفضل اللي هيلاقوه. يبقى إيه؟ تصبر على قدر الله فيك. فهمت إزاي؟ ده صبر ثالث مهم. وبعدين تصبر على أذى الناس بقى كمان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. مش قايل لك كده؟ يبقى عندك الصبر أربع أنواع، تحفظهم الأربع أنواع دول. وانفعالك مع الصبر بقى إما صبر جميل أو صبر غير جميل. الصبر الجميل لا شكوى معه، والصبر الغير جميل تصبر بس تشتكي، مالي الدنيا شكوى. الست من دول تبقى صبرانة على أذى جوزها لكن فاتحاه عند الجيران، كل الجيران عارفين بيعمل فيها ايه، وكل قرايبها عارفين بيعمل فيها ايه. طب ما هو ده صبر غير جميل، فضحتيه. فهمت؟ ما ينفعش كده. يبقى لازم يكون صبرك صبر جميل، يعني بلا شكوى، لان ربك مطلع. والعجيب يا اخي ان الصبر كل ما ما تشتكيش كل ما الصبر يزيد، وكل ما تشتكي الصبر يقل. يعني اول ما تبتدي تشتكي تبص تلاقي بتشتكي الاول بالكلام بصوت واطي، شويه الصبر قل خالص تقوم يعلي صوتك، وبعدين تصوت وتضرب بالصوت، وبعدين ممكن كمان يلطم، ممكن يقطع هدوم. ليه؟ لان كل ما بيشتكي كل ما يقل صبره يقل صبره لحد ما يوصل للجزع وعدم الرضا الكلي. لكن لما تكتم في قلبك تلاقي الصبر يزيد ويتسع صدرك. فدي نقط مهمه الواحد يعرف ازاي يتعامل مع الناس ويتعامل مع الحياه. ده ايه؟ والا هتتنقط بدري وتجي لك نقطه ونستريح منك. فهمت ازاي؟ وتموت بدري ونستريح منك والناس وانت تستريح من الناس. فهمت؟ لكن ايه؟ لازم تطول بالك. ويا بخته اللي ايه؟ اللي زوجته مضايقاه، ويا بخت اللي زوجها مضايقها. وتصبر يا سلام، بس ما تفضحوش عند الجيران ولا عند حماته ولا عند حماها ولا عند مش عارف مين، وتعمل بلاغ في البوليس والكلام اللي بيحصل. هتوصل لكده بقى يبقى يتطلقوا احسن. ايه؟ لان الطلاق حلال انما الفضيحه حرام. فهمت؟ يبقى ناخد بالنا يا سيدي. يبقى الصبر لازم يكون ايه؟ صبر جميل. صبر جميل. وايه هو الصبر الجميل؟ الذي لا شكوى معه. وعن ابي قال حدثنا. والصبر معاده امتى؟ ليه معاد؟ عند الصدمه الاولى. ده معاد الصبر بقى. الصبر امتى؟ عند الصدمة الاولى. واحد فقد عزيز عليه، جاله الخبر دلوقتي، يوم يقول انا لله وانا اليه راجعون، وقلبه يمتلئ حزن ويبكي صحيح وكل حاجة، لكن يقول انا لله وانا اليه راجعون، لان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ايه الا ما يرضي الله. لكن لما يجيله الخبر يصوت ويقطع هدومه بتاع، وبعد شهر يصبر، يبقى ما ينفعش. الصبر ميعاده امتى؟ عند الصدمة الأولى. هو ده الصبر. يبقى الصبر ليه ميعاد وليه كيفية وليه أسباب. فهمت؟ لازم تاخد بالك من الحاجات دي. طبعا المصريين ما شاء الله يعلموا الناس الصبر، ما شاء الله الشعب المصري رضي الله عنهم، واخد بالك؟ يعلموا الناس الصبر ويصدروه. يعني ممكن نصدر الصبر ونجيب دولارات من مصر دي. الحمد لله الشعب المصري مشهور على مر العصور انه شعب صبور، واخد بالك؟ ويرضى بقليله وياكل وجبه واحده وما يشتكيش، ويبقى مبسوط برضه وينكت على نفسه، بدل ما ينكد على نفسه ينكت على نفسه، يعني يقول نكت. فدي برضه ايه؟ حاجه يعني من خصائص المصريين الحلوه يعني. وعن ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش. الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، احفظها بقى. أيوة كده، ده صاحب إيه؟ أحد القراءات الشواذ. ما احنا عندنا إيه؟ 14 قراءة، 10 متواترة وإيه؟ وأربعة شواذ. الأعمش ده واحد من إيه؟ من أصحاب القراءات الشاذة اللي هي إيه؟ روايتها أحادي يعني. قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يعني شوف في أصبر من الله بقى، يكفر به ويرزقهم، يعصى ويقويهم، واخد بالك؟ ومش كده وبس، ويتعمد مخالفته، ويتعمد سبحانه وتعالى سترهم، حاجة ما فيش بعد كده أصبر. يعني في عشان كده من أسمائه إيه؟ الصبور. من أسماء الله إيه؟ الصبور. والأنبياء كانوا على هذا الخلق على فكرة، لأنهم رسل الله، فلا بد تظهر فيهم صفات الله لأنهم رسل الله. وعن أبي قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم في غزوة حنين، قسمة غزوة حنين. فقال رجل من الأنصار اسمه معتب بن قشير، منافق من الأنصار بس كان منافق، رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما أنا، في رواية أما أنا وفي رواية أما أنا، ده سيدنا عبد الله بن مسعود، لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، هأخبره إن الراجل ده قال إيه، كويس؟ فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فقال له في السر: شفت فلان بيقول إن القسمة دي لم يرد بها وجه الله. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. يعني بيصبر نفسه بذكر سيدنا موسى النبي. يعني أنت ما يحصل لك حاجة مش لاقي صبر، افتكر سيدنا أيوب، افتكر سيرة النبي، افتكر سيرة الناس إيه الصالحين اللي كانوا عندهم صبر، تقوم إيه تتمثل بيهم، مش تنفذ بقى غضبك وتطلع بقى ايه تضرب وتعمل والكلام ده. حتى وددت اني لم اكن اخبرته، ثم قال: قد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين ايه اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وسيدنا موسى بيقول ايه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. مش كده برضو؟ يعني أذوا سيدنا موسى كتير ورغم كده صبر عليهم. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. والأحسن برضو أن الإنسان لما الناس تغلط فيه أو تأذيه ما يعاتبهمش ولا يجيب سيرة، يسيبهم كده ويتجنبهم، بس يسيبهم ويتجنبهم وخلاص وما يشتكهمش. يا سلام، كان زمان أجدادنا يقولوا كلمة الأجيال اللي طالعة دي ما تعرفهاش، يقول: يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. كانوا أجدادنا يقولوا كده: يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. يعني لو خير أن يكون ظالم ولا مظلوم يختار إيه؟ يقول لك: لا، مظلوم أحسن، لأن الظالم ربنا سبحانه وتعالى ينسفه. فكانوا يختاروا كده، يختاروا الحاجة اللي يبقى فيها أمان في علاقتهم بربهم. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. ممكن مش عايز تواجه الناس بالعتاب حياء منهم، والحياء ده هنعمل له باب لوحده، ده الحياء ده من الإيمان. يعني ممكن الواحد مش عايز يعاتب الناس عشان محرج يواجههم بأن هم عملوا الحاجة الوحشة دي. شوف قد ايه، ما ان هم عملوا حاجه الوحشه بس هو من حيائه مش عايز يواجههم بالحاجه الوحشه دي اللي هي صدرت منهم، فاهم؟ لكن احنا دلوقتي لا، ده انت تلاقي واحد كده ابتسم ابتسامه وانت مش واخد بالك، تقول له: ايه الابتسامه الصفرة دي؟ يقول له: لا يا سيدي ابدا، ده مفيش حاجه، ده انا في ضرسي واجعني بس بعمل كده. يقول له: لا، دي ابتسامه صفرة، ده انت قصدك كذا، ده انت مجرم، فاكر الليله اللي فاتت بصيت لي بصه برضه مش اللي هي، والليله اللي قبلها فاكر فلان يعمل اخناق. يا عم النبي كان ايه يتغافل عما لا يشتهي،
النبي سنته ايه؟ يتغافل عما لا يشتهي. يعني لما يشوف حاجة مش عاجباه يعمل ايه؟ كأنه مش شايفها. فهمت ازاي؟ مش انت تقول له لا انا شفتك. لا، النبي يبقى شايف ويعمل نفسه مش شايف. شفت بقى؟ كانت سنة النبي التغافل. يتغافل عما ايه؟ عما لا يشتهي. اذا رأى حاجة مش عاجباه يعمل ايه؟ كأنه مش شايف. يا سلام لو تربي ولادك بالتغافل احسن ما تربيهم بالنصائح. لان كتر النصائح العيال يعملوا ايه؟ بعد كده يكرهوا النصيحة، يقوموا يعملوا خلاف من كتر النصائح. لكن التغافل دي وسيلة من وسائل التربية الجميلة. ليه؟ يفضل ابنك باستمرار محترمك ويخاف انك انت تشوفه على غلط. انما اول افرض ابنك مثلا بيدخن من وراك في الحجرة وقافل الباب مش عايز حد يشوفه، يدخل دورة المية يشرب السيجارة علشان ابوه ما يشوفوش. ابوه شافه من ايه؟ من الشباك بتاع المنور وهو طالع السلم. فاهم؟ الاب العائل بقى ولا كأن شاف حاجة ولا يجيب سير. ليه؟ لانه لو قال له انت بتدخن يا مجرم، تاني يوم هيقول له ولع لي سجارة. خلاص بقى ما عرف، عرف. وبعد شوية يقول له زود لي المصروف عشان انا عايز اجيب سجاير. صح ولا لا؟ يعني المواجهة احيانا تخليه ايه؟ تخليه يفقد حياءه منك واحترامه ليك، فيطلب بعد كده منك انك انت ايه؟ تساعده في اللي هو بيعمله غلط لانك انت واجهته. لكن شوف انت لما تتغافل وكأنك ما شفتش، يفضل خايف منك وخايف يشرب سجاير في البيت وخايف يقرب لك وخايف يعرفك، لحد ما في يوم من الايام تلاقيه بطل لوحده ويتأدب لوحده. شفت قد ايه؟ يبقى ايه؟ التغافل ده بيربي. عشان كده النبي كان يربي بالنظرة. فهمت ازاي؟ بالنظرة بس كده، مش بالكلام الكتير. انت دلوقتي الستات قاعدين طول النهار يكلموا في العيال ويضربوهم ويكلموا، والعيال برضو ينكفوهم ويعملوا على خلاف بيه، لانهم مش عارفين يتعلموا التغافل. يعني لازم تتغافل شوية، اعمل نفسك مغفل شوية. فهمت؟ قال التغافل يعني تعمل نفسك مش شايف مش عارف، وتدعي لهم ان ربنا يهديهم. فهمت بقى ازاي؟ ده اقرب للهداية من انك انت تواجههم وتضربهم وتعاقبهم وتحرمهم المصروف وتعمل مش كل ده غلط. فهمت؟ باب من لم يواجه الناس بالعتاب، يعني معناها التغافل. يبقى العنوان ده لو عايز تخليه كلمة واحدة تخليها كلمة واحدة اسمها التغافل. والتغافل سنة نبوية، سنة نبوية في معاملة الخلق، انك انت تتغافل شوي. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. ما قال لهمش بالأسماء، لو هم قاعدين في وسط جمع كبير مرضاش يقول فين فلان وفلان وفلان اقف ليه بتقولوا كده، ويفضحهم قدام الناس. ما يقولش كده النبي زي ما بيعملوا بعض المدرسين في الفصل، يفضح العيال اللي مش مذاكره قدام زمايلهم. فهمت؟ ويوقفهم كده ويذنبهم. او دي مش طريقه تربيه كويسه، دي بتخلي الواد يفقد وما يحبش الدراسه ويتجرأ على مدرسه. هذه الطريقه. لكن الطريقه النبويه ايه؟ يكلم الفصل كله وهم قاعدين، تصدقوا يا اولاد في اولاد منكم ما بتعملش الواجب. شفتوا بقى بئس هذا الطالب الذي لا يعمل الواجب. ويبقى التاني اللي عامل اللي مش عامل واجب قاعد كده سامع شتمته على دماغه لكن ايه؟ ما يواجهوش. فهمت؟ وتصوروا، بشوف بعض الطلبه في وسط الحصه بيلعب في الحوش مش عارف مصلحته. فهمت ازاي؟ لكن ما يقولش اسماء ولا يواجه واحد بوشه. هي دي طريقه تربيه كويسه. يقوم ايه؟ يديله فرصه انه يراجع نفسه مره في مره في مره، يراجع نفسه. لكن تفضحه كده امام الناس لا. او الرسول صلى الله عليه وسلم وصل له
ان هو ايه عمل رخصة علشان يترخص، يعني افطر في السفر علشان ايه يشجع الناس انها تفطر. فنسأله اه ده الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، لا احنا هنصوم. الله، يعني انت بقى بتخاف من ربك اكتر من النبي؟ فاهم؟ فتنزه من الرخصة بعض الناس والنبي فعلها، بقى انت بتتنزه من سنة النبي؟ فهمت ازاي؟ فالنبي طبعا دي حاجة تغضبه، لكن عمل ايه؟ استنى وهم في جمع كده كلهم قاعدين، ويدوب ثلاثة أربعة هم اللي قالوا الكلام ده في وسط جمع كبير، قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. شفت طريقة التربية الجميلة؟ قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، عبدان ده اللي هو عبد الله بن عثمان المروزي، بيروي عن عبد الله بن المبارك المروزي برضه، فهمت؟ قال أخبرنا شعبة اللي هو ابن الحجاج، عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، كان حافظ ومفسر وولد أكمة، يعني ولد أعمى، فهمت ازاي؟ قتادة ده اسمه قتادة بن دعامة السدوسي من التابعين، ولد أعمى لم يرى النور قط، إلا أنه كان حافظا وكان مفسرا وعالما كبيرا، لدرجة يقول منذ أن طلبت العلم لم أقل لشيخ أعد لأحفظ. شوف قد إيه يسمعها يقولها على طول. مرة قتادة بن دعامة ده قاعد مع أحد تلامذته، فبدل ما إيه ما عندهمش حاجة يعملوها، فقال له إيه سمع لي سورة البقرة، فقعد يسمع له سورة البقرة، فجاب له سورة البقرة كلها ما غلطش في كلمة، فبيقول له ما أحفظك لسورة البقرة؟ فقام قتادة قال له إيه؟ قال له إني أحفظ سورة إني أحفظ صحيفة جابر، جابر بن عبد الله الصحابي، كان ليه صحيفة كانت فيها 100,000 حديث، مش موجودة المخطوطة دي، خلاص ضاعت مننا، كان فيها 100,000 حديث. فبيقول لي إن قال له إيه؟ إني أحفظ صحيفة جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة. شفت قد إيه بقى؟ حفاظ يا عمي، حفاظ كبار وعباد صالحين. فانت ما بتقرا الاسانيد دي اسمائهم تستجلب بها الرحمات، يعني تستجلب بها الرحمات. هؤلاء رجال البخاري دول اعلى رجال الامه، خد بالك. كانوا يقولوا ايه؟ من روى عنه البخاري فقد اجتاز القنطره، يعني عدى خلاص اللي يروى عنه البخاري، لان ده اعلى كتاب في السنه واصح كتاب. يبقى الرجاله دول ارجل ايه رجال في امه النبي من حيث الضبط والعداله، واخد بالك، والحفظ والحاجات دي كلها. عن قتادة يجي لك الوقت الصحفيين يقول لك اختصر البخاري، شيل الأشيل الأسانيد، شيل الأسانيد، ما هو ده صحفي مش فاهم قيمة الحاجات دي، ده راجل صحفي، صحفي يعني ايه؟ يعني بياخد العلوم من الصحافة من الصحف، ما بياخدهاش من الرجال، العلم يؤخذ من الرجال وليس من الصحف. عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني شوف النبي بقى كان حياؤه شديد. شوف أنت العذراء في خدرها، يعني لما تبقى بنت لسه ما شافتش الرجالة ولا اتجوزت وقاعدة في بيت أبوها كده ما شافتش حد خالص في سترها، شوف قد إيه بقى تبقى خجولة. أهو بيحاول بيشبه لك حياء النبي بهذا الخجل. أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في سترها. فإذا طبعا العذراء الوقت بتاع اليومين دول ما بقاش لها ستر خلاص، دي بتخرج وتروح الحضانة من صغرها والجامعة وراحة جاية، لما بقى الواحد يتكسف يكلمها من كتر ما هي بقت بجحة، اعتادت بقى التعامل مع الرجال وتعاملت مع الخروج بالشوارع، فلدرجة بقى الواحد ايه ساعات يعني ما يعرفش يجريهم في الكلام من كتر ما ايه يستحي منهم. الزمن اتغير. يبقى العذراء في خدرها بتاعت زمان، الحديث ده بيتكلم على العذراء بتاعت زمان، مش بتاعت اليومين دول تقول له بحبه يا بابا، واخد بالك، عادي كده، واخد بالك، ربنا ينجينا يا سيدي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يعني ما يتكلمش،
بس يبان في وجهه كده وجهه يحمر. يعني هذه التربية بالنظرة، يعني يبصوا لوجه النبي كده وهم قاعدين يتكلموا، لا وجه النبي اتغير يبقى الموضوع ده غلط، يسكتوا يغيروا الموضوع، يتحركوا ويعملوا اي نشاط ويبصوا لوجه النبي، وجه النبي راضي يبقى النشاط ده كويس استمروا فيه اقره. ادي التربية بالنظرة، فهمت بقى التربية بالنظرة بالطريقة دي. المدرسة الشاذلية مشهورة بالتربية بالنظرة، ما يتكلموش كتير الشاذلية، الاولياء المربين من الشاذلية ما تلاقيش يكلم المريدين كتير، هو بالنظرة كده بس وخلاص، تتابع الشيخ بنظرك والشيخ يتابعك بنظره، فيتربى كده ويطلعوا بعد كده أولية من غير كلام كتير. سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول لك إيه، أرأيتم السلحفاة تنظر إلى أبنائها فيكبروا بدون ما تأكلهم. السلحفاة كده حاجة فيها عجيبة في عالم الحيوان، يعني كل معظم الحيوانات أول ما يتولدوا يترضعوا يتأكلوا إلا السلحفاة سبحان الله، أول ما يظهروا العيال تفضل السلحفاة الأم كده قاعدة بصلهم كده أسبوعين والعيال تكبر، حاجة غريبة، واخد بقى بيكبروا بالنظرة بيتغذوا بالنظرة. فعشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي بيقول إيه، إحنا نربي أولادنا كالسلحفاة بالنظرة، أهو النبي كان إيه بيربي بالنظرة، دي مدرسة برضو في التربية، مدرسة نبوية، لأن النبي ربى بطرق كثيرة، وربى بالدعاء وربى بالضرب، ما كان يضرب بالسيف مش كده برضو، وربى بالريق حتى صلى الله عليه وسلم، يدفل في ايه في فم انسان تبص ليه بقى حاجة ما فيش احلى من كده، لباقة وشجاعة وكل حاجة، وربى ايضا بالحجة والبرهان، يناقش ويقول الحجة والبرهان، ربى بكل الوسائل. المدرسة الشاذلية ورثت ايه التربية بالنظرة يا سيدي، عشان كده تلاقي مشايخ الشاذلية ما يلوموش تلامذتهم كتير، يسيبوهم ماشيين على حل شعرهم لكن بيتربوا، فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ لانه هو عارف انه هو ما بيعمل الغلط تلميذه ده لما يبص في وجه شيخه ضميره يأنبه ويتوب على طول، فهمت بقى؟ مجرد يقعد مع شيخه يوم واحد بس وبقاله شهر ما شافوش يتوب من 100 ذنب عمله لمجرد انه شافه بس، شفت بقى يا سيدي؟ ما عندناش احنا بقى ايه وقت في المدرسه الشاذليه نقعد نتكلم كتير، عشان كده في ناس كتير ياخدوا الطريقه يقول لك انت ما بتقوليش حاجه يا عم الشيخ، ما انا مش هقول لك يا ابني، انت هتتربى زي السلحفاه كده، بس انت واظب واظب على الاوراد وعلى حضور المجالس وعلى الاستقامه، هتلاقي نفسك اتربيت بهدوء كده، ولا فضيحه ولا ضرب ولا حاجه من غير فضايح. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ده الباب ده بقى للوهابية، ده خاص بالوهابية، نقرأ إن شاء الله يوم إيه السبت القادم صباحا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون.